والسلام عليكم ويا مرحبا بالساعة في الحلقة الجديدة من بلانت بيس، ونحن في خيط التطوير. كنت بسوي كذا شغلة بس جالس اتشاور ونسوي لهم شغلات تخليهم يستانسون او شغلات تخلينا نحن اقوى. يعني الحين نبغى ايرلوك سيستم، نحن عندنا ايرلوك سيستم، نبغى بدل الشغلات الطيب ابغى اسوي روبوتات. شوفوا انا مش مقتنع في موضوع اني انا اعيش على نفس الروبوت، ابغى انتاجيتي اسرع. بس عندي مشكلة صغيرة واللي هي ان هذا قليل ما عندي، فانا هنا مواجه شوية مشاكل. ما بقي شيء الليل، بس عندنا بطاريات وايد 12000 ولا كم، ولا هالبطارية بروحها وهاي بروحها، هاي كل وحدة بروحها والله. انزين، مع انهم المفروض مشبوكين ترى في مكان واحد. انزين، عندي مشكلة في الموارد، مشكلة في كذا شغلة، بس اقدر استوعب ناس زيادة، ترى اقدر اسوي ناس زيادة. فشو بسوي؟ ابا لاندنج باد ارجنت، لاندنج باد بس بوصله، ما بوصله في كلهم، بس بوصله في بس في الايرلوك سيستم، ما له داعي اوصله في اي شيء ثاني اصلا. ناس جايين برا ما نعرف شنو وياها، شو يبون يسوون شو ما يبون يسوون، وعندنا وايد ناس صغير مستانس اصلا. نحن يعني كبداية اقول اوكي بتعلم عليهم شوي، بس وايد شغل عليهم بدرجة خرافية، وهذا ما عنده ماي. ليش ناقصنا ماي؟ يبانا نحط فاونتن ثاني. تبون الصدق، في كل الأحوال نحن جايين ناس، فعيب نستقبل الناس وما عندنا شو. هاي اوريدي فل، يعني في مجال ان نحط اي شيء زيادة، وما عندنا مكان حكم. وأظن هذا حل مناسب، يعني بيكون شيء ممتاز نستقبلهم ونرد يكون في مكان. السراير أسرب وايد عندنا، بس لحظة، بس شو الوظائف اللي نحن عندنا أصلا الحين؟ شو الوظائف اللي عندنا يا ستي تشتغل؟ خلنا نشوف. شو هاي؟ موتر اكسجين، هاي يكفينا حق 20 نفر اكسجين. الماي نستعين 2.5 يكفينا حق اسمه ووتر ستورج. عندنا 0.0 كيف جي؟ اوكي ما مسوين. انزين، مانوفاكتشرنج ليمتس، ميديكال سبلايز 10 يكفي، سبيرس اظن 10 يكفي. اذا احتاجنا زياده بنسوي. سيمي كوندكترز ما قاعدين ننتج الحين. جانز بوتس لازم ننتج روبوتات، بس ما قاعد يبنون. عندي المشكله وين صاروا؟ كان عندي 7 نصر. اوه بوك طاح، خيبه خيبه. ليش كارهني؟ زين خرب حبل افكاري والله، والله خرب حبل افكاري. تعال صلح، تعال 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 بنسوي مصنع روبوتات. هاي شغلة روبوتين، هاي ما ينفعون والله. وين كان روبوتكس فاكلتي؟ انا شبكتهم بطريقة غير جيدة ابدا. حشرت عمري في زاوية لا يحسد عليها شخص، ومش قادر اني ارجع الزاوية هاي. لحظة، الروم اهدم شي. كان الروم نهدم صح؟ بيس مانجمنت باك، ما اذكر وين قال انه نهدم.
ممكن يقدر يهرب. وين؟ أيوة. وش انتو ريسايكل؟ يس صح، سوري ريسايكل هذا. يس بسوي له ريسايكل لأنه توهقت، وهقت نفسي، وهقت نفسي بنفسي، والله وهقت نفسي بنفسي. خلينا نحطيه. راح يسوي لي أزمة خفيفة ترى، لأنه مو عندنا ماتيريالز، ونحاول أبني أكثر من المستطاع. أوكي، المفروض أن كل شيء أرمش بك في الأكسجين. أوكي، هانت لاندنج بيرميشن، فيزيترز كوينز هوم، لاندنج بيرميشنز إلى آخره. اوكي بيونا ناس زوار، واللي راح يصرف عنا فلوس. ايوه الحين استوى نايس، لان عندنا مصيبة اذا هذا ما استوى. مصيبة والله، مصيبة المصايب هاي. حتى مكان تخزين مو عندي ترى، هذا ما ادري بلا ما يبنونه، ما ما اعرف، ناقصنا حديد برايه. احنا ما نبغى هذا، احنا نبني روبوتات ونستقبل ناس. اذا استقبلنا يونا ناس، خلنا نشوف منو بينا اخر الليل. افكر ايش اخبار، انا شليت سولار بانل وهذا والله مغطي. بس ما اضمن الاحوال الجوية. انزين تريدر ستوك، انا شو عندي اعطيه شو عندي اخذ. بيس ستوك هذا هو، هو عنده هايل وعنده كوينز، كارير بوت، عنده كونستراكشن بوت. ابا أبا خيبة، شو بعطي؟ خيب الفاليو اللي عنده وايد أقوى من اللي عندي، ما عندي شيء يستاهل يعني إني أنا أشيل عنه حتى أي شيء. يعني أنا ما أقدر أشيل يمكن حتى بوت واحد من عنده. مو منه فايدة حتى يعني. ف غالي الصراحة، بس ياخذ كوميشن 40% علي زيادة عن اللي انا بسويه. كوينز فاليو 1، انا مو عندي كوينز، عنده بصل ما ابغى ولا شيء، توكل ما ابغى شيء، خليه يروح خلاص، كان الله غفورا رحيما. شو اللي مرخلنا لحظة؟ دي هايدريشن، شو مستوى الموية عندي لحظة، شو اخبار الموية؟ الموية اخبارها 100%، بتري 200 200، اكسجين 7000 7000، ستورج يونت يبالي. يعني اذا انا ببدأ انتج روبوتات لازم احط هني شيء، لازم احط ماين. بس انه ييني واحد ينزل، ها شو لاندنج بيرميشن، تريدر موبا، بس ابو هذا ينزل فيزيتر. لازم يكون عندي ستار بورت، لازم يكون عندي حاجة اسمها ستار بورت يعني، واللي هي راديو بيرميدرز. هذا ستار بورت، ادفانس لاندنج فاسيلتي، لارج كولونس، تريدنج فيزيترز شيب. اوكي هاي يوني زوار يصرفون فلوس عندي من كواكب ثانية. بيون عندي، انزين
الحين اللي بوابك ابلا كل شوي يطيح عليه حصانه، السالفه اللي حاصل الحين انا محتاج ناس يجون يسكنون زياده، بس في نفس الوقت في يعني في سراير، روح ارقد يا اخي فكنا في هني كله عندهم هو. ما المشكلة يا مشكلة، كان عندنا وحدة تخزين وين صارت؟ تبي اكسباند بيس تشيبلي عشان نكبر القاعدة اوكي، بس ان هذا استورج لحظة شي بالي قبل لا ابني 227 هذا يحمينا الموارد مالنا. احطيه ولا ما احطيه؟ مشكلة اذا انا اصلا مش قادر ابني اللي عندي حاليا كموارد، زين وعندي ناس مش قادرة ترقد من كتر الشغل، انا من كتر الشغل عندي ما يرقدون. تتوقعون انه يرتاحون؟ ها شوفوا يا العابس. اوكي قام ياكل كاكل عندنا احنا اوكي اظن، الاكل مو انه يكفي وايد ناس. البلاستيك بعد زين، بس نحن عندنا مشكلة في شو الحين؟ فالحديد فعليا الحديد مسوي لنا ازمة في حياتنا، فاذا بتبدون اللعبة لازم تنتبهون وايد حق شغلة نفس هاي اللي هي كم عندكم حديد وكم تنتجون وكم تصرفون. مشكلة في عنا بعد اوقات يطيح فيها انتاج كهرباء، يطيح فيها انتاج كذا، يطيح فيها انتاج. شوف الحين ما في هو الهواء رايح وليل، فلازم بتري. البتري شفتها انت اني شفته ينشف بسرعة، والله والله انه قاعد ينشف بسرعة بشكل مش طبيعي. انزين ما بتنكي ماي حاليا، ماي شغال عندي اوكي. ابا الحديد هذا المثل يروح في هذا، وبعدين اذا هذا ايش زعلان؟ هذا روبوت ليش يزعل؟ انجينير هذا مش روبوت. اوكي سوري، هذا البدله مالهم طالعين برا. اوكي 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 انزين لحظه شوف الاكسجين لين 18%. اوكي انجينيرز كان بيلد بوتس هير بس كان جت اوتوماتيكلي ريبيرد هير. انا بحتاج هذا 2 متل وهذا 2 متل 2% بلانت، يعني احنا بنحتاج الحين نبدا ننتج اللي هو ارمز حق الروبوتس، ونحتاج بروسنج بلانت حق هذا. معناه انا اتمنى بس ان يجون كولونست عندي. شو التارجت مالي؟ كرنت 30% 40% 40% 28%. كم نسبة المهندسين والمدكس اللي عندي وكم الحراس اللي عندي؟ هذا بنحتاج اظن في المستقبل بيكون في هجوم، شيء طبيعي. بس الحين نحن بس نتريا هاي المتيون بيون في وقت ما، انا ما اعرف متيون ولا عليه اساسيون، لكن بتري مولي ما كان انترس. ليش بتري ما كان انترس؟ هو شيء سيء جدا، ما عندي موارد يا جماعة، يعني عندي مشكلة عظمى في ال روح ارقد. انزين فكني روح ارقد. على طول يزعلون، على طول زعلانين. هاي شو ينتج؟ كارير بوت ريكوير ستيك، وهاي شو؟ دريلر بوت هاي حفار بعد ريكوير ستيك. الحين نقدر ننتج بس هذا، نقدر ننتج ثلاث اربع انواع.
وشو نقدر نحط هني اصلا؟ اوكي، فنحن الحين بنروح نسوي مانجمنت ليميتس اللي هو هاي ال وي نيد لايك 4-5 ماكسيموم guns. ما اعرف بوتس برودكشن ليميتس فور بوتس 5 ماكسيموم، لان هذا على الاغلب راح يدخل في الانتاج اذا توفر له هالقطع هاي. سكيورتي كنترولز اوكي، محتاجين شغلات ثانية. بنكون بنحتاج جارد افا اثنى اصفر رملية، ان شاء الله ما تكسر شيء، بس ان شاء الله ما تكسر شيء، لان نحن الحين في حيثية التطوير وهذا ما قاعد ينتج مو فيه الكفاية. ترى خليه يروح ونتفاهم مع الوضع. ابا دريل ثاني، لحظة بدر الثاني در الواحد ما يكفي. شو اخباره هذا بنترس الحين ولا مو يترس؟ اوكي يانا هو اوكي، يعني هذا ينتج 50، هذا ينتج 42 الحين، بس في النهار ينتج والاستهلاك. زين ليش ما قاعد يعبي البطارية الحين؟ مصيبة المصايب اذا ما يعبي البطارية. يب ما بيعبي البطارية، لازم يكون عندنا اللي هو قصف في حضني. والله يلف مع الشمس. ها تكنولوجيا جميلة، اللي يعرف التكنولوجيا هاي سووها ما ادري في ناشونال جرافيك تحت، شفت يسوون ستيبنج موتورز. الستيبنج موتورز اوكي، اول شي هذا يعبي عقب هذا يعبي، يعني الحين عندنا بطاريتين مش غلط. وهذا ما قاعد يحصل معدن. لا الحين لا تقولوا الانتاج هذا قاعد يخرب على انتاج هذا، لان هاي مصيبة. فاذا بيشتري شيء بالطريقة هاي لازم نحن نحسب 1000 حساب قبل لا نسويها. انزين هاي شو اخباره؟ ما اظن انه موظفين كفاية، يعني اذا يجون عندنا ناس الحين هم في احتمال كبير انهم ياخذون الوضع بشكل كلي، يعني ياخذون الوضع بشكل فعلي بالاحرى، انهم يقودون الوضع الحين، لان محتاجين ضروري نحن ناخذ الوضع اللي نحن فيه. نشوف الحين ما في حد يشتغل هنا. اوكي اوكي هذا بعد يحتاج شغله ثانيه. انزين خلنا نشوف، اظني نحن اذا غيرنا هنا نبغى ناس زياده، نبغى ناس زيادة نحن. خلونا نشوف كيف ينزل. accepting بس يكنسل لك الزر، يعني نوع التخصص مالنا راح يحدد شو يسوون. انجينير موضوع طويل، موضوع طويل، بس الناحية الإيجابية أنا السلبية إني أنا استعجلت. الناحية الإيجابية إن نحن قاعدين نمشي بسرعة غير مطلوبة، إني أنا أحاول أسوي
روبوت زين ومش وقته وقاعد وخسرت موارد في البداية على شغلات ما لها داعي، فالحين أنا قاعد أجني ثمار هالشي واللي اشتغل هني شو؟ أبغى أدق عليك الكنة هذا يستوي، أبغى أعرف من يشتغل في هاي البيولوجيست الحين يشتغل، البيولوجيست يشتغل حق العيادة بعد. ليش زعلان؟ ناش ناش مرقاد انت زعلان؟ ما شغلنا غير 16 ساعة بس. ليش زعلان وما عندك سبب تكون زعلان اصلا؟ مشكلة ما عندي سبب تكون زعلان بس ليش؟ بس ليش لو استاذ اذا هو عنده كل شيء؟ يعني نحن حاطين لهم اكل وعندنا اكل يكفي وعندنا كل شيء يكفي غير كوك سيف. المشكلة مشكلة يا جماعة الخير، مشكلة المشكلات، معضلة المعضلات، المعضلة الأساسية هذا أني أنا قللت من الشان إنتاج المعادن مقابل شو؟ أني أنا بنتج بسرعة، فأنا هذا يخوفني ترى. احس انه بيكسرني. انا ابغى الحين الناس تنزلون ترى، الموضوع كله ابغى الناس تنزل. ما في احد يجي بعد للاسف يعني. انزين اذا هاي السالفة شكلنا وقف الهواء. بديت استهلك الطاقة قبل وقتها، هذا شيء سيء جدا جدا سيء. مشكل وقت فيه هو هذا بروحه ما يقدر يغطي، هذا فول يشتغل طول اليوم. هذا معناه هذا منعبي بطاريات مصدر ثابت اكثر، بس الحين انا هو بس ما اقدر اعتمد عليه بكل وقت. المشكلة انه ما اقدر اعتمد عليه، هاي المشكلة الاساسية. هذا مرة منتهي. ما يقدرون، لا ما يقدرون، صعب يشتغلون بالطريقة هاي. إذا خليتهم يشتغلون بالطريقة هاي بأيام حزن. عندي تو بوتس 7 كولونست وشغالين شغل مش طبيعي و 24/7 قاعد يكدون، ما في حد فيهم مستانس، يحسون أعمارهم منتهيين. ما يعني وضعهم غير مطمئن، يعني وضعهم ما يطمن الواحد بخير. والمشكلة عندي فندق ريسورسز جد في مجرد 2 من هايل اللي مسوي لي الأزمة العالمية كلها. الحين بس باقي له واحد، في واحد يبنون هذا، بشوف اذا حد ثاني بيشتغل، بس ما ظني في حد فاضي اصلا. بس اذا صار عندنا معادن زيادة، يعني حتى هاي القام يتكسرون، يعني هذا كم بيصلح؟ ها بروحه كم بيصلح خبروني. يصلح هاي اللي متى؟ شوفوا بيصلحها. والله هو ما يقصر صراحة يصلح، يعني صراحة ما يقصر يصلح، بس هاي مشاكل عامة توقعت انه بنواجهها، بس واجهناها بدري اكثر ما انا توقعت، بدري جدا اكثر ما انا توقعت واجهناها. ها ما على هاي بنترس. شيء هو شكله ايه، شيء هو فول خلاص، هاي انترسون فول. بس عاد هاي مصيبة عادة اذا انا بتم اعتمد على هو كل شوية. انزين اوتو ريبير بوت انا عندي اصلا، هذا لا مو عندي لانه هذا ما اظن انتج اي شيء اليوم للحين، يعني
ما اظن هذا انتج شيء، ويبالنا انجينيرز اصلا في كل الاحوال. ها بروح يبالي تصريح، اظني هذا اذا انكسر انا بنتهي اللي عندي، هاي خلاص الوضع عندي يكون مش منتهي اللي بعده، انه هو الحين اللي اظني شال اللي اعمال تصريح شو اسمه كامل الكولوني مالي، بس بعدين شو بيسوي ولا شيء. انزين هاي كانت حلقتنا اليوم مشاكل عامة. انا بعدل بعض الشغلات ورا الحلقة الحينة وبنرجع عقب وبنشوف شو ممكن نسوي في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.